السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا دايما بألف خير. أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الأربعاء 22/2/2023 فضلا منكم وتكرم. أتمنى يعني لايك واشتراك للقناة، إن شاء الله أوصل 10,000 مشترك مساعدة حضرتكم. سجل الدولار اليوم في البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان وبنك قناة السويس شراء 30.53 جنيه والبيع 30.63 جنيه. الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي والمصرف العربي والبنك المركزي المصري وبنك المشرق 8.14 جنيه، بنك التعمير والإسكان وبنك الاستثمار العربي 8.13 جنيه والبيع 8.16 جنيه. سجل الدرهم الإمارات اليوم في البنوك مصرف أبو ظبي 8.33 جنيه، بنك الإمارات 8.32 جنيه، المصرف العربي والبنك الأهلي الكويتي والبنك المركزي المصري 8.31 جنيه. سجل الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي 99.66 جنيه، البنك المركزي المصري 99.64 جنيه، البنك قناة السويس 99.61 جنيه، وبنك سيب 99.61 جنيه، والبيع 100.02 جنيه. أسعار الدولار في السوق السوداء شراء 31.55 جنيه، وسجل البيع اليوم في السوق السوداء 31.80 جنيه. دايما وجودكم في قناتي شرف كبير لي. السلام عليكم.